أوردت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر أمنية أن ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان أدت إلى مقتل قائد كبير في قوة رضوان التابعة لحزب الله. وأفادت رويترز أن حزب الله فقد أكثر من 130 مقاتلا في الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان منذ بدء القصف عبر الحدود في أعقاب التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين في 7 أكتوبر. أكد البابا فرانسيس في خطابه السنوي لدبلوماسيين أن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة قد تسبب في أزمة إنسانية خطيرة بشكل استثنائي ومعاناة لا يمكن تصورها للمدنيين. وشدد البابا فرانسيس على أن المستشفيات والمدارس أماكن عبادة في غزة يجب أن تحظى بكل الحماية اللازمة. وطالب البابا بوقف إطلاق النار على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، كما دعا زعماء العالم للسعي لتحقيق حل الدولتين للصراع مع وضع خاص للقدس. أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات في الإمارات مع رئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حول التطورات في غزة. ومن المقرر أن يجري في وقت لاحق محادثات في السعودية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة العلا قبل أن يتوجه إلى إسرائيل. ويقوم بلينكن بجولة بالمنطقة تشمل أيضا الضفة الغربية ومصر. وكان بلينكن قد أكد خلال مؤتمر صحفي في الدوحة على أن الصراع في غزة قد ينتشر في أنحاء المنطقة ويسبب المزيد من انعدام الأمن والمعاناة إذ لم يتم بذل جهود سلام منسقة. قالت وزيرة الخارجية الألمانية إنه من واجب إسرائيل حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية. جاءت تصريحات بيربوك خلال لقائه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رام الله. يأتي ذلك بعد أن قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت 6 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بعدما لقيت مجندة إسرائيلية حتفها في أعمال عنف. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إنه يجب تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة للإبادة الجماعية في غزة. وأضاف أشتية خلال كلمة له أنه ينتظر من محكمة العدل الدولية إصدار حكم بوقف الحرب فورا. يوم الخميس ستقف إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية متهمة بارتكاب مجازر بهدف الإبادة الجماعية بحق شعبنا. يوم الخميس يرفع علم جنوب إفريقيا في قلب فلسطين، تلك الدولة التي ستقول أمام محكمة العدل الدولية والعالم أن إسرائيل دولة مجرمة وأنها ترتكب جرائم بحق الفلسطينيين. إسرائيل أرادت على مدار التاريخ أن تبدو أنها الضحية. اليوم مثل كل يوم منذ عام 48 إسرائيل دولة إجرام. اليوم مثل كل يوم نحن الضحية منذ عام 48. نحن نتألم، أولادنا يقتلون والنساء وكبار السن مع سبق الإصرار.